السلام عليكم، أهلا بكم في مختصر الأخبار. شدد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وهو يوجه خطابه للمعارضة بمجلس النواب اليوم الأربعاء في إطار مناقشة العرض الذي سبق أن تقدم به يوم الاثنين أمام البرلمان بغرفتيه، تفعيلا للمادة 68 من الدستور، أن الحكومة منذ البداية نهجت في اتخاذ القرارات والاشتغال والتواصل نهج الشفافية والوضوح، وأنه كان يأمل أن يكون خطاب المعارضة أكثر جرأة في الإنصاف والموضوعية. عرفت الحالة الوبائية لفيروس كورونا ببلادنا تسجيل 110 حالات إصابة جديدة إلى حدود الرابعة من بعد زوال اليوم، لترتفع الحصيلة إلى 7133 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 4098 حالة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ببلاغ لها اليوم الأربعاء عن انطلاق خدمة التوجيه المدرسي والمهني بالتعليم الثانوي برسم الموسم الدراسي الحالي لفائدة تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي وسلك الجذوع المشتركة والسنة الأولى من سلك البكالوريا عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي. قررت وزارة الداخلية توقيف عون السلطة تابعاً للملحقة الإدارية الزرقطوني بإقليم مديونة عن العمل، وذلك بعد اتهامه بتعنيف رجل مسن حين مطالبته بالاستفادة من إعانة غذائية. قاد العالم المغربي كمال ودغيري بنجاح مهمة غير مسبوقة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا تفتح آفاقاً جديدة لدراسة الظواهر الكمية في الفضاء وتطبيقاتها التكنولوجية. وترأس الودغيري فريقاً مرموقاً متعدد التخصصات، وسيمنح المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية جائزة علوم الفضاء لسنة 2020 لهذا الفريق في مؤتمر سيعقد في شهر نوفمبر المقبل. نهاية مختصر الأخبار، إلى اللقاء.